شيخ، ما حكم الذي يصلي صلاة الجمعة فقط؟ ليش ما صلى الجمعة؟ عادة. إذن هذا الرجل لا يعتقد أن الصلاة عبادة، ولهذا يصلي الجمعة عادة، لأنه يتلبس ويتزين ويتطيب ويذهب. أنا وإن كنت أرى أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة نهائيا، أشك في إسلام هذا الرجل، لأن هذا الرجل إنما اتخذ صلاة الجمعة عيدا فقط، يتجمل ويذهب للناس وهو متطيب ومتجمل فقط، فأنا أشك في كون هذا باقيا على الإسلام. أما على ما رأه شيخنا عبد العزيز فهو إيش؟ كافر، ولا وانتهى أمره. نعم.